الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، الباب 19، باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. باك سجالي تمنات هو بابي هاي قفكي جديدة سنة ونكسن أما سنة حن وعوالك أوكيه ليو. قال الله تعالى إله وحليه جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قوله رب نوهب أزواجنا في أولادنا وحي إلو كقبوسته وحانا نقل اكتادد يوم متقين تهو الجامية وأه مركز للمتقين إماما أي واحد لك وضع لأن محو إمام كويه محو متقين تي إمام كويه إنه خير كامكا ووهر السيادة. وقال تعالى: إله وحير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. عم كدقنا أئمد أئمة أيام كدقني يوضدك كوهجة أمرك يوكوهجة. الحديث الأول هو الحديث حديث كواد أخ حديث بقل يتدرات كو كتابك عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: وحيد كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال نلجو بني ما دينك بلو بيسة. فجاءه قوم ضد أيمد عرات ودر وذن أسقق قاونه مجتاب النمار أو العباء ومركا مدح سأوس صورتي هركو هرقا انتي بركر ثم يسمي مدح صورتين وصاف سوكالك مدح سأوس صحرتين وشكا جروح سيدان وشكا صحرتين أو العباء أما ممكن من مركا جيكا الغدبول متقلد السيوف يوغو سيوف توضان وطا عامة تندتك أبدا كود النبي قوي يميب أي حوالا أي كم وقت ظروف تاه لا أنت أيو أي كم وقت من مضر غير مضر بكسر جدا بل كل من مضر برؤية ونبع حاموك للرياب ياوي. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوجي سيس بدلي مركو أركي ده كم ظروف أي كم وقت ودر أسطرة عن الحرين ومال نكوذ يميد وهل مال نكوذ هل ديقان نكوذ يميد نبقى صلى الله عليه وسلم وجه يسوس بدل لما رأى به من الفاقة لأجل ما رأى به من الفاقة وهنا نبقى وجه يسوس بدل وحيق وقعر كي أعاه فقري. فدخل مركز وقال ثم خرج مركز صوب يعني مرة من حقا سوق الدور من حقا. فأمر بلالا بلال مركز أمر سيئ فأذن وآدامي وأقام وأقمي فصلى صلاة دي بودت كبحي ثم خطب مركز خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لسو جيسو خطبة دي فقال في المركز: يا أيها الناس اتقوا ربكم وارضضوا إلهي كبقى الذي خلقكم من نفس واحدة هل نفيدك أبو هريرة نبي مركز أيد وأقريب وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إلا وكجار والنبي آيات أقليم. والآيات الأخرى آيات اللبان نوحى أهيد والنبي أقليم التي في آخر الحشر سورة الحشر آخر كده آيات كل تولي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ضدوا إلهي كبقى نفونا هم لعسوتو هاي اكتو وحي بري اوهر مرسطي انت طبعا نبي صلى الله عليه وسلم ضدك كبورين يا مركة ان ضدك مع ربي حيو ولو قرمدو ودر روح بضان وضدك يعني كجد من المو وبني ادم كان ولجي ذا معناها اي كلام من مقضان نقين اي حرتان لكن نبي صلى الله عليه وسلم وحكو قبابي وكبوري انا صدق هذا لبحان. تصدق رجل من ديناره قبعك عمرك في دينار كيسبحي من درهمه ببحي ومن ثوبه
مرة مد مرة كان من صاع بره، مد بر كان من صاع تمره، مد تمر طب صاع تمر كيسو من كريم. هل المربع هلان بي لقاضي لو قرمدي مد دينار لبحة مد درهم لبحة وذهب فضة، مد سوس بورة كان ودقيقة كان، مد سوس تمر كان، أو البحو هلي كريم وقولي سيل وكيدوها بمشي كان. حتى قال مركب النبي صلى الله عليه وسلم انتم هذا الكاوده، ويعني آياتها مركب اغري كذب مركب سوحي يريد ولو بشق تمره، الله حكى لك تمر جيحي تدخل وحل البحر. فجاء رجل، طبعا مركب النبي صلى الله عليه وسلم حديث مركب يا الذين امنوا اتقوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدم لغد. النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤل يا مركب، إن مركو لي تصدق رجل مركو لي اللي يتصدق الله بحو مركا سميد باب الحكيني، أنت سميد باب الحكيني مركا هلم بي رسالة قليلة ولو بشق التمر الله كان ديها. مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحيان دعين بصورة ديني صلوات ربي وسلامه عليه تتك وليه ولي إيهو أنا ماشي إيمان وصدقني أنا الله بحين بحيث يتصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره مرك إلي يتصدق ونلبح. فجاء رجل مكنين بايبي ومن الأنصار أنصار تكملها بسرة حرماء يليمي ومن طعام الراشنة وثياب الأرقى حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كأرك النبي صلى الله عليه وسلم وجهه يسوه يتهلل إفيا كأنه حرد مدابة مذهبة إن يسوء إفي صلوات ربي وسلامه على وجهه مذهبة هذه لرد ضب دبا مركة ماشي كل جفت ضب ذال إن لا أقريه شق الأه مذ مذهبة سيد يضب مدهنة وهلك دال لا أقرن دال لا أقرن لها دال لا أقرن لبضا أنا وكبر أبو جنيا الإمام النووي حديث دال لا أقرن مدهبة لبضا سيد حميدي إيو ما أركتي وتلمامي يرقى لمتك أه وإذا وليع كرتا مركة مذهبة هدي لي إلى هذا وتصحيف بقى قلبي لي مركة وليه هوس مركة كفيري حديث مركة كفيري سيد وليه مذهب هو بالدال المعجمة والدال الدبعي وفتح اللام الهاء والباء الموحدة إفاء هذه ولا قربي إبال هل دبعي لسارة سيدا وحا كضب دي القاضي عياد قال نبح إليه مدهنة بينها لبضى حالات محل القوضة الصفاء والاستنارة وجه ساف النقضة وإفوه نبي صلى الله عليه وسلم فرح وجه سابق الدليل مجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أساسي النبي يقول له هني مركو قبضين يا مركو جيس عصابة ويشيق مركو حناقة صلى الله عليه وسلم عليه مركو فرحه انت مركو إلى السعودية مركو إلا النبي صلى الله عليه وسلم يجيس وكيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركو حديث كان المقشيد من سنة سنة هل كاسو السبوري كيسا مركو سنة النبي يقول من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها قفكي سنة يا إسلام في الحديث سنة وناكسن ودو ناكسن قفك ذاتك أجي حاي أجر كيد لي وأجر من عمل بها هي قفك كعمل فالأجر كيس ومن بعد إساء كدن بي من غير أن ينقص من أجورهم شيء إيغو قلبي فرنا أجر كود أم حالك النقصان مني. ومن سن في الإسلام سنة سيئة قفك إسلام توضح من ذاتك أجي لينا كان عليه وزرها دنبي غير أصهارا ووزر من عمل بها يعدي دم يالتي ماذا دش اي كسار انت ومن بعد سيكدم بي من غير ان ينقص من اوزارهم شيء يدو ذنوب تو يدو محبات لك مقسامين ان محبات بالوضع ضد باك هاي قد يدي اجر كاي قد لها اجر كدت كاريك كادم بي وكاي قد يدان اجر كودو قد لها لكن كودو ما نسمك لها يعني اذا ماها وكي كود يدها فيفت لغاية سوقاتيها بقول كود ماها يجون كود وحيلين كامل أذونا كامل بالله هدي دم بي ماشي ماذا دم بي
wixii ay la yimaadeen dembigooda kala leedahay. Macnaheedu maaha adiga iyaga in la idin kala baray, ayagana dembigooda leeyihin, aduna dembiga uu kaamil aad leedahay. Macnahaasu xadiidka timaamay. قوله مجتابي النمار كلمة حديث كسورته بالجيم وبعد الألف باء موحدة وبالجيم مج جاء ذا ماشي كل جفت وبعد الألف ألف محاكدا باء موحدة مجتابي متابي والنمار جمعه نمرة وهي كساء ومرء من صوف مخطط كسميسن صوف بالملك ومعنى متابيها محلقة وضع أي لابسيها وحرين قد خرقوها في رؤوسهم يوم حق ملح كد اللعي ماشي صارق والجوب كلمة حرة إنه سكال صارق كلمة مجتاب ماشي كتب من جاب يجوب جوبك القطع جوينوي ومنه قوله جل وعلا كمدة وثمود الذين جابوا الصخر بالواد غير ثمود أو بقى حساء جوين أي نحتوه وقطعوه ويقوينوه وقوله تمعر بالعين المهملة وبالعين المهملة وعينا اللي بعلها هين وحال لقسو عيا غين كي غين كي بل أي تغير نبي هو دور سموج جيسوي وقوله رأيت كومين بان أركي أوليه وحان أركي لبقر بان أركي أوليه هنا وماشي كشك بفتح الكاف وكاف كأولا قربه وضمها إن لقد أنت ومرك وصور تقال كو مين كومين اللو أي صبرتين ولا بقوه وقوله كأنه مذهبة مركو لي هنا وحلقه هو بالذال المعجمة واعتهدت المام وذال وفتح الهاء والباء الموحدة أي فأذا هذا القرب بعد أو هل بعله قاله القاضي عياد وغيره وصحفه بعضهم قال كنا وبدلين هل كي مذهب به الابي مذهب به مدهنه مدهنه بينهم بدال مهمله دال عن مركا لبعلاهين وضم الهاء بالنون ينهى ذول الجزء من نونتي وكذا ضبطه الحميدي والصحيح المشهور سلاسة صح مكه ما مدهنه بان يعني مو حلانه مدهنه مين لانه مثل مذهبه بان لانه وحاسه هو الاول اه مذهب ان الله والمراد به على الوجهين لو هذا وجبه ماشي لو دي قبر وحال لو هذا الصفاء وسافي النمره يو الاستناره توحي ان مركا افان بصل تاسع لك هذا حديثي مركا انت نقلني كلمه ما احران كسو بودي جمله ما كسو بودي سيد المقطع مركا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه دي بودي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لغد مركا تصدق رجل من ديناره مركو انت جوبابي بروحه يري حديث مكو ولو بشق تمر ويري فجاء رجل من بايمد ومن الأنصار أنصارتي كمدة بصرة وليمد حرماء وليمد تاسو كادت أي سكتي كفه قعنتي ستعجز عنها إن أنا سام قادم وبح مركز كان يعني بهل يرى حرماء يرى وقعنتي حد قاد وسام قادي كين ولا اللي عايز بل قد عجزت وبقادي قادي وايو ثم تتابع الناس ذلك مكو إسرع راعين حتى رأيت كومين إلا أن كأرك الله وقوبوضه ومن طعام الراشينة إي وثياب درأة حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن كأرك يتهلل سوء إفه كأنه مذهبة يسوء عدد المودي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع هلك أحسن كسو بوذي وحيا هد مكة تائنا نقير المهم حديث اللوات هو حديث بقول يتدباتني علي بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي يقول فيه قال وكر ليس من نفس تقتل ظلما مجرت النف ظلم الود له الا بهدي ظلم الود له ظلم هدي الود له كان على ابن ادم الاول ان اذن كواد وقبيله كفل با كسر من دمها دم بما كسر نيجاس لجيسول الدادي صوت حيته لانه كان اول من سن القتل روح الري dadka in dil la geystay marka wadada u xareeb u ahaa isaga marka ugu horeeyay طبعا إلهي في سورة المائدة واتلو عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سياق إسهستا لا يقار آيات آخر كيدا لا يقاره
ومن أحيا من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا إلى آخر في آيات اللي جاره فحكاها ليس ديلكي دح مري هابيل إي قابيل عده وح كيستي ديلك كيستي وساحب القاف القاتل ساحب القاف وأه قابيل قفك اللي ديلين وحو أه هابيل بوها ديلك مالك عبد الله ومرك يقول ديله بالله ديلك الدادي مبا جريم بها وادعين بها الوقت كاس إلا هذا قفك قف ديله قابيل كون تدي سدنبي وحاكو الصعوده قفك قاتلك دبي وجيسو اسنا ليه هذا هو قاتلك واحد لي كان ديلك جيسي هذا الجوجا دبي جيسي قال انه بصامين مال قابيل نوح لي دبي كامل الله دريا كان نوح لي دبي كامل لي ما هي الاستجاب بالله بنور النبي صلى الله عليه وسلم هدي مقاله يدل الجو قف شر قف ضو شر بالله شر تعبت كما كيسجد ضيدان قف كده مولي دت كده روحي جيستان الدنوب قف كاس اسكت هدو مضى خير بالله مسجد بو بالله مال خير بو بالله مال عام بو بالله روح بو بالله ومضى خير بو هرسال دت كي كجد ضيدان ضمبا اجي كذا الله باذن الله سبحانه وتعالى صومالينا من شغل روحي تقان لا سجد ضيدان كريتيفيتي انا غير الامر كون غير وان قاعد الا ميت صومالي وحكى صنبي مركو مطعم فوران كدب فوران مركو معوش كينا كدب كينا مركو تشاينا اذن هذا يا مركو اندونيزيا كدك تن كدك ما قرتو اني انا مد عصوب سميسو نيو ويندو فورتو ما قرتو كان كلام داي كو ديانا مرك ما دام مجتمع سا او سميسين خير كما كان هرسيس الا غا ديو خير كاس اي مركا ايغا نو كو دو فايلان خير كا هرسيس لكن هذا ني كان ارق قابيل الى يوم القيامه وحا دعيا ادونك دعيا اركيسيت او بزكر دعيا ادونك دعيا وحا دك ديمانيه قابيل كونتيسي كو سوتا ما سهلنا باب الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلال باب الدلالة وحبا بها إن لا يستصع على خير إن لا يستصع على خير إن لا يستصع والدعاء إن لا يسوير إلى هد أو ضلالة هنون أما باري إن لا يسوير وحمكا كرتمي لها بوبا بها قال الله تعالى إله مكوحيد وادع إلى ربك وضل ربك عبدتك أوير ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وضل ربك عبدتك أوير هذا حكمة إي وعد وناكسان أليك سنة إله يحويل وتعاونوا على البر والتقوى وناقى إيه الله كعبسي إسوك المي إله يحويل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير غير كم من نقط أمة ضدك خير أوير إنت و إنت عادة هاي الإمام النووي وباب كفر فور الله عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم روي صلى الله عليه وسلم من دل على خير وفي خير ضدك تصير فله مثل اجر فاعله فاعل كاس خير كسميني اجر كوهلي او كلب كنليه خير كان لحد باب كيوي وكلا ساره كليه خير هذا ضدك أبل ودي يعني معنا بإذن الله سبحانه وتعالى قفكي كاجد إذا خير كاس أجر كيس الله مركب أبو مسعود هنا ألك كان البدري نسبطا يلا معني إذا ما إنه بدر كقيد قلم على كود كان نزيل بدر بوها رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي من دعا إلى هدى قفكي هنو ضدك أبل كان له من الأجر روح وحواني حق أجرك مثل أجور من تبعه ضدك إساق الراعي كل ضبط فيلي أجر كذو ليه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا تانا وليها كالأجر كذو حكى من نقصة من نفسه ومن دعا إلى ضلالة قفك ضدك بادئ ويرا كان عليه من الإثم وحاسار الدنب مثل آثام من تبعه ضدك إساق كل ضبط فيلي أكجد إذا دنوب توضع وكلا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا تانا وليها يدنوب تلي من دونو تو كما نقصان بس كوانا كومبليت سي بوحدات ما يسترن بيقول ليه كان حميد بالله بنا سي بوحدات ما يسترن بيقول ليه رواه مسلم وعن حديث السدحاد وعن ابن العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه يوم خيبر مالك خيبر وصنك تضبار ليعطين الرايه بنديرده اما علن كالدجال كالوجري بضنا قفك دقال هجاميها ابن دولها اللو ديبو وحان سيني غدا بري وحان سيني رجل النمو سيني
نينكاس يفتح الله على يديه إلهي الذي سجع موضوع كفر قفكاس يحب الله ورسوله إلهي رسول كي سجعل ويحبه الله ورسوله إذن إلهي رسول كي سجعل إذن وجعله ابن وجعله ودرجة أدو سرس حديث مصامر. فبات الناس يدوكون ليلتهم ضد كويت برين هبين كا يغو سلاح قاضي وإزوي ديني ولح دبالنا يخوضون واتي روايتك الأهيد أيهم يعطاه وريال سين دونه طلو يال سين دونه من كان نبي يري يعني كو وحلو ما موس دونه إنه رايا دا وسيدي دونه وبندير دا وقاضي دونه لابو قول إنه سوه إن دونه والله تلمام وحسنا وحكدر إلى رسولك يسجعله إيغن ويجعله بالليل قف يقول انتهى وجنة يسمنع كإبتال هبيجي مركو حلقو مشغولة قفكو ونقم دون قفكاس فلما أصبح الناس تكبر كي يقول بريستين غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي يقول كالله شقدت نقوة نكسونا لمراجعي وغاتنا لها كجمع بحتاله كلهم يرجو أن يعطاها يقول رمان وذا الرجين يريد لسنة إن بها شاء الله سيئ نيم والبعوس ليه وعليه كله قف كلا معه يعني والبعوس هو أجيه خاصلة أنه إلهي رسول كيس أجعله مرة هذا إلهي رسول كيس أجعلاتين إنه كجعله وأولمائك نحن وح لا الله بقليه ما فقال مركب في النبي صلى الله عليه وسلم ماشي الطبن يقول أين علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هذا رسول الله هو يشتكي عينيه عنده كعب على يوم هو يداه في حواك دعي قال في الفارس يلو إليه يعد له الضبا هل إيه كانوا تضبا الله دري والله تجي فأتي به ولا كان فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه نبي قال ليس إن دوض علي بن أبي طالب ليس إن دوض بكتفي ودعا له ودعيه فبرأ علي بن أبي طالب بكسود مركيم حتى كأنه لم يكن به وجع حاول مودابه يوم حنونا بعام كل عين يعني تف تمرك النبي ساء وطفيبة تو وكبوا ذبح ما بموت بدن مك حنون وقبت أما عندها ونوع ما حنون بأكاهي فأعطاه الراية كديو بنديرة دي على كي جعته وجري فقال وحيري علي رضي الله عنه علي بن مطاب تمرك مسؤولية بلودي وكذا سيابا دوني لقديه مركو استفسار حبوه الدين وكذي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا من دجال من لجل يا قليهاس لا يو أي إلا إيه كان نقول إن هو كلام إلا إيه كإسلام يعني الدجال كيو يدرت أن ذلك لجل دونه إلا إن تيب يسعون إسلام إلا إيه كإسلام ما بس شو أش سويدي فقال النبي جمر كوفير أنفذ فل بولي سعى على رسلك حسلوني ذا ترتيب ذا كسعى حتى تنزل بساحته إلى الدولة كذا كدكتيب فارداغ وثس أكدكتيد ثم ادعوهم للإسلام كده من حتر هذا إسلام كأوير وأخبرهم أشهد بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه وحصارا واجبك وحق إلهي أشهد هل كما الله سعره تردانك النبي صلى الله عليه وسلم واتناه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إن إلهي هل روح وكوسه هنونيو أيا خير لك كأي خير بدن من حمر النعم يعني هلها أما جيلة كويس عساس أما هلها عساس كاسا كأي خير بدن ومعنى وحدتك إجعلاين يعني معنى صومان تدتك ركوب جارة جواري جارة صدتك ما أنت مجعل أو معي أو سميستين أو ومركم موضة كاية صدتك كما دكتو يغنو ركوب كود جاري كود كاسو أحا إن تعيش تاسع كجو نفسه وما شاء الله كده لأن ما أنت نتجاري موضع كاله أن ما أنت تعيش وعكجو نفسه إنه إذا هل قف صاب وكذا دي المكة وصهمه هل كان مركا بعضكم حكى سبب الدلالة على الخير أو على خير والدعاء إلى هدى أو إلى هدي إلى هدى قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون على قول المدرس وإذا حد دبالمين وينكشيكين وكهلين هذا كبال الديسكشن اللي سميني قولوا رسلك بكسر الراء راء الهصد ري وبفتحها ولا على رسلك ولا نها والله اللقو لو الله جو الاستعمال لكن إن على رسلك إن عنده على رسلك إن عنده والكسر أفصح
in aan hoos dhiga ayaa fasiix saas standard ku yahay taasa la yaqaan. Marka raslak makki waxay noqonaysaa dialect bay noqonaysaa sida markaa muuqata. Xadiidka afaraad can anas radi allahu canhu anna fatan min aslam, shaab yarow oo dhalinyaro ah horee aslama ayaa qaali wuxuu yaa rasuul allah inii uriidu alghazw, inaan duulaan rabaa, duulaan inaan galo dagaal galo. Walaysa maci maa atajahazu bihi, mana haysto wixii aan sahay ka dhigan lahaa ku dagaal tegi lahaa ma haysto. Waxaa isugu jira halka qalabkii qofku uu dagaalku ku geli lahaa, wixii sahay uu ka dhigan lahaa wixiina ma haysto. Qaala wuxuu yihi i'ti fulaanan, hebel u tag, fa innahu qad tajahaza, waa nin isdiyaariyey oo qalabkii iyo sahayda iyo agabka u dhan yahay. Famarid, hase ahaatee wuu xanuunsaday, ninkaasaa diyaare, bal kaa u tag. Macnaha waa maxay? Maadaama uu xanuunsado isu bixi karin, kala wareeg marka. Fa'ataahu wiyun faqaala wuxuu yihi ina rasuula allahi sala alay wasalam yaqra'u ka salaam, rasuulka sala alay wasalam wuu kusoo salaamaya. ويقول وحن كليه اعطيني الذي تجهزت به يو اسي وحي عاد اسكو دياري سي اغبكي قلبكي صحيدي وحي عاد كود دقال تقي لهي اقو سوريج. فقال نيك مركي سأل لي بوعي اسلانتي سلحة يا فلان هبلوي اعطيه الذي تجهزت به وحي عن ديار صديقنا كود دقال تقل سي نيك كد ولا تحبسي منه شيء وحناها كالهرم. فوالله ما كود دارتيه la taxbisina minhu shay'a fayubaaraka laki fiihi, yacni la taxbisina minhu shay'in, haddaad wax kala hartid ninkaas wixii aan hadda ku say tahay usii wax shilinaha kala hadan, haddaad shilin kala harta lagu barakayn may macnaha suud wax barakaa ku arki mayso. La taxbisina minhu shay'in, waxba ka xabaasi mayso, kala hari mayso, oo markaa fayubaaraku laki fiihi, markaa lagu barakay ma dhacayso baraka. Haddaad rabto soomaa waxaas nadaaf si ninkaas ninkaas ku dagaal tagay. Tanna waxaa laga qaatay laanu ninka kan qalabkan hadda uu ku dagaal tagay, ninkan isagu sariirtiis ka jiifa intuu ninkaa gawda uu ka suray cadowga, oo ma aragtay xusuuntaasi qilaacda u dhex jibaaxayo, kana ajirkiisa uu socdaa ajirkiisa isagu meeshiis fadhi ugu imaanaya, maxaa yeelay wuxuu u horseeday qaybkii uu horseeday. Tanna waxay ka mid tahay waxyaabaha xadiidku marka uu tilmaamay baabu taawun cala albirri waltaqwa. Xadiidka 21aad aan dhahay baabka 21aad in la isugu kaalmeeyo wanaaga iyo la kacabsiga. Qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yihi watacaawanuu cala albirri waltaqwa, samafalka iyo alla kacabsiga isugu kaalmeey. Ilaahi wuxuu yihi walcasri, waan ku dhaartay ina alinsaana aadanina fii xusn, khasaar uu ku jira ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri, marka laga reebo dadkii iimaanka camalka isku darsaday خير كان اسكو دردار مو صبر كان اسكو دردار. قال الامام الشافعي مركو رحمه الله كلاما معناه هذا معنيه سوي هاي ان الناس ضدك او اكثرهم بدن كود في غفله ويكلوا هنيه عن تدبر هذه الصوره صوره دن او تنا ان اكور غلان او دوحان نعانيده ضدك بدن كود وربا وما هي موجين يعني صوره دن. يعني ذلك اللفظ الامام الشافعي كسؤال روحه اها هدي إلهي وحكى له أن سود الجين إلا صورة مويانا قرآن بأن سود الجين إذا كف الله عليه. يعني من الدين كون نبقى كورسا دين كون نبقى دين كسو إيمان عمل معها لو ذو ذي كفر عملها وإنت بكورسا. حديث الكواد بقوله تدباتني تدبع عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من جهز قفكي دياريه غازيا من دوله في سبيل الله فقد غزا اسنو دولي او ما بخي كرت سوما كي با دياري سو وخي او دياري سي. ومن خلف غازيا قف دولي قف كي بدل او غير مقدر في اهل اهل كيس بخير او غير مقدر فقد غزا اسنو دولي نيم با جهاد كاد ادو ما دان ادين لكن رار عيال با او جوغو واد كا ورهيسا مرك بخير بيلك مركو كا غو وخي او باهين الى ادو ما قن هي واد كا ورهيسا وخا لا وخي فاسيليتيس اي او باهين با دو سمينسا ادنا كما soo ka dhacaysid xagga ajirka kii baxay oo kalaad leeda. Yani macnaha waa maxay? Camalku waa sidaas oo kale, camalka sidiisa la qabanayo oo dadkoo dhan yani adigu haddaad percentageka adigu kugu soo beegna haddaad ka geysatid camalka qayb baad ka tahay, yani camalkaasu qayb baad ka tahay ajirkiisaad leedahay biidni illahi subxaana wa tacaala. Xadiidka labaad can abi saciidin alkhudri qaala rasuul radi allahu canhu ana rasuula allahi sala alayhi wasalam
رسولك اللي بعث بعثا ضب الدري إلى بني لحيان من هذيل ري بني حيان ري بني لحيان أو ري هذيلة أي الدري. فقال مركب لا ينبعث هكصبح من كل رجلين أحدهما لبا نم والبرا هل هكبح يعني ما محد إلا عيدا بالا الدري لبا قف قف الدري يعني لبا يقف بهل هكتبه والأجر بينهما لبا نم أجرك مركب كان حي معنى منه فاريه بكور هنا يعني حوله وحي قفك كان وحي سيكضى يعمل مركا وأسي مركا كسي ورهينا يا وأسي إلى علينا يا كان وسيب مركا خيري والأجر بين ما أجركم وكوال الحياة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه حديث الزهاد بقول استضاءة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضورك قال لاقي وحولكم ركبا ضد مسافرين بالروحاء ماشي لليه بكوا كل من. قال مرق لكم في من القوم ضدكو استشاقهم حاتي قالوا حيران المسلمون وياتيهم عنها قوم قوة وواجهوا معناها المسلمون مسلمين بنا. فقالوا يا ابن حيران من انت ادوني يا ذاك رسولك ما قرانا يا مانا مسلمين. قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك قال مركي اي قرتين ان رسولك قال لي هاي. فرفعت اليه امراه هويني باحو اسوى قريه شنبجه صبيا المير والصبي يشدي بالنبي تستي أصاء تستي. فقال ذو حيث لي ألي هذا حج كان ير حج موسى بن الهضو هذا حجي قال ما يرى. قال يقول نعم ها ولكن أجر أجر من أجر بعد كل هذا ولكن ما هي حجة الإسلام كمان بعين يعني ما يرى هذه حجيان وأن قان قال حجي فرض كمان بعين لكن أجرنه كله بإذن الله أجر كان والد كان والد كان وإليه ولكن أجر وقد حجي سينيس مرك الله مرنيو عمره يحقنا وإن وح الله وحي قفك معتمر كأ وإسك إلى لينها وك إلى لين سأدو برفون في سجل لين سو إلى لين سات أنت أنا أجر ما كإل ما يرنا أنا أجر وضل مرك الله مريو يدي مرك وكاري كرأ وصمري. الحديث الرابع حديث أفراد وحديث البقلية سيدي تناد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخير الخازن المسلم قفك مسلم كيت هيها أه الأمين آمن كأه ترسوه فيه الذي كاس ينفذ فلين ما أمر به وحل فري وخازن باتا ما دو ترجر مان باتا حسابتي باتفددا كاسدي باتفددا أظن المسؤول باتا وحي على هيا الذي ينفذ ما أمر به وحل فري بو أوفين جاو انت بحي انت سي انت سي ويعطيه كاملا بحين يمرك يضع كاملة موفرا أو دميسرا طيبة بها نفسه نفس ديسون أي رالي كتها فيدفعه أديب إلى الذي أمر له قفكي ليري هلسي يصدق أما حولها راشين كان هلسي يري روح إساقا أحد المتصدقين ما كان صعب أقلنا كو صدق يسميت كمله أحد المتصدقين هذا أقرنا الله والله صدق يسميت كم يدو أنتوا بعده كرتا حلقة وضع قفكم وخازن سو و و و و وخزنا دي استو وخزنا جو ما البفديا وحبو إلى لنا يا وترجم ما وقلب أمين مركي فرين وأوتي ما ذولي روح به سيد توب هنا كاملا موفرا طيبة بها نفسه إن كان أنت لا أنت لوق عند هبل انت وصينا جرام كي بحلي بو بحنايا مركو النبي صلى الله عليه وسلم مركو هناك مركا قازين كا وحلو بيت يسوي حوالا ملا بتكلا اسكلا اما هو بيت بيت مال المسلمين كي باسكلا اسوي شقكم مال لكن ما دام هوش سيتا اوف لنيو او مسؤولي دي دوش لغا سار اي سيتا اوغا صبحي امن او يو وحبا انو زدو مرينين كما سكن معي حق اجل كمركا يتاقان تاي قفكي حوالا هنو ديبتي نيكي مليونير كا حوالا انتو ديبتو يلي حوالا إي قيم أما بيت مال المسلمين كي يري هو حوشن قيبي أجرك ودو كلو لي حوال مركا أجرك يعني كما هو صي حق أجرك. وفي رواية الذي يعطي ما أمر به متك بحين وحل فري وضبط وحيكو الشقلين المتصدقين نوال الله وبمعنى مركو مثنية هي مركو جمع ذكر سالم يعني أنت أم بهك لدوين بفتح القاف قاف قال كردي متصدقاء
قي دي قي مع كسر النون على التثنية. ينون تولهاش دي جاي على التثنية، مركب مثنى لغاية دي جاي مثنه مفتوح ما قبل الياء مكسور ما بعد الياء. عكس نوحاء بجمع مذكر سالمك مكسور ما قبل الياء مفتوح ما بعد الياء. متصدقين 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 لروح لب حيسة متصدقين جروب لب حي الكاومر. وعكسه على الجمع هو متصدقين وكلاهما صحيح لبضنا بقاهم وصحيح. باب النصيحة إن لا يسكن نصيحة بابي. قال تعالى إلى يوحي إنما المؤمنون إخوة مؤمنين تؤمن ولا لا إلى يوحي. وقال تعالى إخبارا عن نوح إسوا نوح كور رمي. وأنصح لكم عن إذين عقل عليني يا مئين وانيني. وعن هود إسوا كور رمي يوحي وأنا لكم ناصح أمين من إذين عقل عليني يا مئين وانيني وآمنا نحي. أما الحديث الأول وحاكوك عن أبي رقية تميم بن أوس تميم بن أوس الداري على يولي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني الدين دينك النصيحة مبتدأ خبره. قلنا وحن لمن أو يؤيه قال الله إله يؤيه أو إلهي إن لقدم بكتاب في صلى الله عليه وسلم ولكتابه بؤيه كتاب كاسيته إن مرك الدستور لغوية الدستور ولرسوله بؤيه النبي إن لقدم بيو الله أطيعه ولأئمة المسلمين مسلمين تهو قامياش الله أطيعه الله قدم بيو دي وناك فريا وعامتهم يعمدوا ذا انتوا بو نصيحة أويها رواه مسلم. الثاني حديث ثلاث عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال وفيه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصولك الله أن يشيس لك غير على إقام الصلاة صلاة دينا أقام كله الشيء وإيتاء الزكاة الزكاة دينا بحيو إيوان النصح إنا واني وعقل علي لكل مسلم تاسا يشيس كل القلب متفق عليه. الثالث حديث كذا الدحاد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يحب لا يؤمن أحدكم مكين إيمان بوحل لغامه ليو حتى يحب لأخيه إلى أولاك وكل جعلان ما يحب لنفسه نسدي سوخ ولا جعلاده. متفق عليه وبالله التوفيق.